أيها السادة المشاهدين الكرام، مشاهدي تلفزيون المسار، نحن الآن في منطقة التميمي في رحلة من طبرق إلى مدينة درنا خلال هذا اليوم الاثنين، ثاني أيام هذه العاصفة. طبعا في الطريق كما تلاحظون الآن تفاجأنا بهذا السيل، هو سيل وادي التميمي كما تلاحظون الآن. طبعا هذه المياه تأتي من الجبل الأخضر، يعني من مسافة بعيدة جدا. سكان التميمي الآن متواجدين يعني على هذا الكوبري، وأيضا الناس كلها تنتظر، وطبعا يخشى من أن هذا السيل قد يجرف عربات وسيارات، وربما ولا قدر الله يعني بعض العالقين في نواحي الجبل الأخضر. طبعا هذا الوادي يعني مسافة كبيرة جدا، ربما أكثر من 200 كيلو متر جنوب الجبل الأخضر. طبعا سيل متدفق بدأ وانطلق في هذه المنطقة، وطبعا هذا السيل يأتي بشكل متدفق جدا ويذهب باتجاه البحر، يعني هذه المياه تأتي من جنوب الجبل الأخضر وإلى هذا الوادي وتصب في البحر الأبيض. طبعا سكان منطقة التميمي كما تلاحظون الآن متواجدين ويشاهدون هذا المنظر بعد أن انتهت الأمطار تماما في مدينة درنا وفي بعض المناطق الجبل. لا وجود لأمطار هنا في هذه المنطقة سوى هذا السيل الذي أتى من الجبل الأخضر. طبعا كما تلاحظون الآن يعني أمطار قوية والسيل قوي جدا جراء الأمطار التي كانت ليلة البارحة. أمطار قوية جدا، لاحظوا هذا التدفق اللي حقيقة تدفق بشكل قوي، يعني هذه السيول اللي حقيقة خطيرة جدا، هنا ربما تكمن الخطورة. طريقة صعبة، يعني لا قدر الله يعني أي خطأ. يعني خطورة بشكل كبير جدا، نحن نقف في مكان صعب وصعب جدا، مكان صعب. يعني تلاحظون هذه السيول الهادرة اللي حقيقة تأتي وتتجه باتجاه البحر، تأتي من جنوب الجبل، لكن صعوبة الأمر هو الوقوف هنا في هذا المكان. هل سيصمد هذا الكوبري الذي نقف عنده أم لا؟ يعني هذا الوادي وادي الحسي، يعني تدفق المياه بشكل غريب وقوي جدا، يعني
انظروا إلى قوة هذا الوادي، قوة غريبة يعني، قوة المياه تدفق بشكل قوي جدا، دوران المياه، دوران وفوران، يعني دوران وفوران بشكل قوي جدا. هذا وادي، وادي الأسيل في الأردن الغربي. أحد البيوت الآن في منطقة الحسي طبعا جراء السيول، يعني هذا المنزل وقع السقف المنزل، وهذا سور أيضا تم وقوع السور. أيضا هذه السوندة الوحيدة اللي يعني بحسب شهود عيان هذه السوندة اللي يشرب منها أهل التميمي بالكامل. أيضا كما تلاحظون أصابها عطب وتلف، بحسب شهود عيان أن هذه المنطقة وهذه السوندة الوحيدة اللي يشرب منها أهالي هذه المنطقة، وربما أيضا التميمي بالكامل يشربوا من هذه السوندة. يعني يقولون أن السوندة صار فيها تلف، يعني تلف كامل لهذه السوندة، يعني حقيقة مأساة. وأيضا تضرر الناس هنا في هذه المنطقة، منطقة التميمي. أيضا سقف آخر كما تلاحظون الآن، سقف آخر، يعني سقف آخر. وأيضا جراء طبعا الخطورة هنا في هذا المكان، مكان خطير جدا. يعني أيضا هذا طبعا غرق هذا المنزل في منطقة وادي الحسي. طبعا هذا المنزل فيه أسرة بالكامل غرقت، ولكن تدخل يعني لجنة الإنقاذ في منطقة تميمي بإنقاذ هذه العائلة. الحمد لله يعني تم إنقاذهم بالكامل، دخلت عليهم الأمطار وأيضا هشمت البيت وأيضا أسرة بالكامل، يعني الحمد لله. يعني في غرف يعني خذهن السيل. تلفزيون المسار يصل إلى هنا إلى وادي الحسي اللي يقع ما بين التميمي وأيضا بين خليج البومبا، أيضا جزء آخر من هذا الوادي. مياه حقيقة تمر بشكل قوي وبتدفق قوي جدا. هذا المكان يعني وصلنا له بصعوبة، يعني حتى السيارة لم نستطع حقيقة أن نقترب من هذا المكان، لأن هذه الطريقة التي نقف يعني عندها طريقة اسفلت تحته تراب فقط. الآن نحن نقف على كوبري، يعني إلى أن تصل إلى الكوبري ممكن تترجل على الأقدام. وشفتوا صعوبتنا إلى أن وصلنا إلى هذا السيل الهادر اللي أتى من جنوب الجبل الأخضر. طبعا الزميل عبد الباسط يعني كما تلاحظون هي صعوبة أن وصلنا إلى هنا، وأيضا تلاحظوا هذا التدفق، يعني هذا التدفق بشكل كبير جدا. لأول مرة أرى التدفق بهذا الشكل والدوران المياه حول نفسه. وأيضا يأتي من هنا من هذا الطريق الآخر الذي على يميني، يعني يأتي من هنا حتى المكان اللي تلاحظونه الآن يأتي من جنوب الجبل الأخضر. أيضا على يسارنا هناك بيت تم أيضا دخول المياه له قبل البيت، يعني طريق العصا الأبيض هذا. هذه طبعا كلها كانت مزرعة بحسب شهود العيان وأيضا جيران صاحب هذا المنزل. يعني هذه المزرعة كلها جرفها الوادي، ربما هي الآن موجودة في البحر. عموما نحن وصلنا إلى ختام هذه التغطية اللي كانت سريعة، كنا نريد درنا لم نصل إلى درنا.